راح يضلوا كتيرة المباراة. هذا الشيء راح نشوفه. وكم تصار الصراع الافريقي ظاهر علي بيلعبها سلف غالي ولكن كنترول خاطئ من الجرادة. كرة مقطوعة بالأصل. كرة تتمرر فينيسيوس ولكن مشلف غالي على مرحلة كرة بتوصل من جديد طويلة مع الصفا يلعب لبوكانتا. بوكانتا يعني بعدها اخدي على كونتي. مفاجأة للأمانة لأنه الفريقين عارفين كتير منيح أنه هالمباراة أيضا لعب مع الحكمة محمد قصاص وأفضل مواسم نحن يلعبها للخلف. كرة مرفوعة بتفر عن الجميع ولكن بطريقة مع حمود. كرة تنلعب ضد التسجيل غالي واحد على واحد ممتاز. ميشيل بمر ميشيل بعد عم يتقدم يلعب الكرة ولكن مين غيره الجد بعدني عندي أمل ما تكون مصاب كبيرة غالي ولكن بكون تسار بالارتقاء بميزو بميت يلعبها للخلف كتبت كودفريد بيلعب الكرة عالية سيد لابايي باجي الكنترول ما كان منيح. كودفريد براسه هلا هذا الشيء رح يصير غملوش لكودفريد وسط الملعب. رجع بقول عم بيخلي الامور منتفئة وسط الملعب للفرق كرة اللعب عالية رح وسط الجزاء حتى اللعب النبطية للشوط الثاني خطرة جديد لعب الكرة بدون أي عنوان مع سمعيد لعب الكرة مشيت ضد أيضا فينيسيوس لعبة للفراني ولكن تكتل دفاع من الأهلي النبطية بخلطه لا أزال مصر عن الخط الثاني نوعا ما أفضل كرة مخصوصا بدخول جاونز علي الأكبر مناع أسيا تتعلم داخل منطقة الجزاء مع جيرلو بيلعب الكرة ممكن ولكن يخلص الكرة من فرصة نفسه بيلعبها في منطقة الجزاء وين الكرة الحالية ولكن كيرلو من مشاكل بيبعدها وصل مقطوعة قصة بيلعبها في منطقة الملعب أيضا